أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدار يومين، وذلك في حزبة حماد التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين، إضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، إضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان.